السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنما يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. أحبكم في الله جميعا. طبعا العالم كله يحتفل بقدوم السنة الميلادية الجديدة، وللأسف إن المسلمين أيضا يعني يهنئون بعضهم بعضا، ويهنئون النصارى والنصارى يهنئون المسلمين، كما يعني نرى ذلك على الفيسبوك والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. لكن طبعا حرمانية تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ده معروفة جدا وظاهرة لكل من له لب وكل من له عقل وكل من له بصيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم المتعلقة بالعقيدة هذا حرام شرعا، حرام شرعا. لكن أنا في سؤال، يعني في كثير من أصحابي المصريين سألوني: طب أنت بتعيش في بلد يعني 99.9 نصارى، كيف تهنئ يعني مثلا جيرانك وكيف تهنئ أصحابك بهذا العيد أو بقدوم السنة الجديدة؟ طبعا العالم الغربي عموما ومنهم اللاتينوس والأوروبيين يختلفون اختلافا جذريا عن عاداتنا العربية. يعني مثلا احنا هنا في غواتيمالا او في امريكا الوسطى طوائف، في مسيحيين طوائف كتير جدا، طوائف يعني كل طائفة لا تهني الطائفة الاخرى بقدوم العيد او بقدوم السنة او كذلك، وكفرون بعضهم بعضا. وكذلك في مصر يعني بعض الطوائف المسيحية تكفر الأخرى ولا يهنئون بعضهم بعضا، فلماذا نهنئ نحن المسلمون غيرنا من النصارى؟ الوضع في أوروبا، الأوروبيين وعموما غير العرب يعني يحترمون الرجل أو الشخص الذي عنده مبدأ. يعني مثلا عندما يعني نحن لا نسلم على الحريم، مثلا لا نسلم على النساء، لا نسلم على النساء غير المحارم مثلا، فهم يحترمون خصوصياتنا ويعتبرون ذلك دينا، ويحترمون الرجل الذي عنده مبدأ. أيضا عندما تأتي لنا تأتينا أعيادنا مثلا عيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان، هم يهنئوننا. طيب عندما تأتي أعيادهم نحن لا نهنئهم. طبعا نحن مقصود به الناس المعارفة أن ده حرام، والناس عرفت ان هذا الشخص يعني يحرم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، فهم يحترمون خصوصياتك ولا يتدخلون في ذلك، بل ويحترمونك كل الاحترام لأنك عندك مبدأ وعندك عقيدة وتحترم دينك. غير الحال في عندنا في مصر مثلا، إذا لم تهنئ النصارى خرج قوم من بني جلدتنا مسلمين طبعا يتهمونك بأنك إرهابي، يتهمونك بأنك طبعا يعني الكلام ده احنا ردينا عليه في كثير من الفيديوهات، ومشايخنا وعلمائنا ردوا على هذا الكلام. طبعا مش معنى ذلك ان انت يعني تعادل غير المسلم او تضطهده او تظلمه، لا، يعني نحن لا نهنئ غير المسلمين باعيادهم المتعلقه بالعقيده. اعياد اخرى غير متعلقه بالعقيده، يعني مثلا تهنيه في مولود قد اتى له، او في نجاح في الدراسه، او في زواج، وتعزيه وتقف معه في الأزمات، هذا ديننا، هذا ديننا ويجب أن يعلمه الجميع. في نقطة ثانية مهمة جدا، يعني مثلا كان نحن أمة إسلامية نمر بضعف شديد جدا في كل شيء، بضعف شديد جدا في كل شيء يعني. لكن الـ 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 الأمر العجيب إن أعداء الإسلام يريدون من الأمة الإسلامية أن تذوب كل الذوبان في العادات الغربية، في الأعياد وفي اللبس وفي الكلام وكل شيء. يعني حتى لو نحن نمر بمرحلة ضعف ومرحلة يعني تفكك ومرحلة انحطاط أخلاقي وكل شيء، لكن ينبغي علينا أن نتماسك أو نتمسك ببعض الأشياء التي لدينا في ديننا، مثلا اللغة العربية، مثلا الزي، مثلا عادتنا العربية المتعلقة بالإسلام. هذه الأشياء يوما ما ستأخذ بنا أو ستدفعنا إلى التمسك بالدين الحنيف أو بديننا أو عادتنا الإسلامية. لكن أعداء الإسلام نجحوا
نجحوا نجاحا باهرا في أن الأمة الإسلامية كيف تذوب الأمة الإسلامية في العادات الغربية، وهذا ما فعلوه. يعني نرى المسلمين الآن يهنئون بعضهم بعضا بأعياد الكريسماس والشجرة اللي بيعملوها، وأيضا حتى يعني التجار المسلمين وأصحاب المحلات بيعملوا عروض يعني ضخمة جدا حتى تسهل للمسلمين وغير المسلمين للشراء في هذه الأيام. مثلا في أعياد شم النسيم، هذه أعياد ليست إسلامية، أعياد فرعونية. يعني انظر في هذه الأعياد كيف يذوب المسلم يعني في هذه الأعياد، ينسى دينه، حتى نسينا، نحن نسينا التقويم الهجري. والله العظيم كثير من المسلمين الآن يعني لا يعلمون ولا يدركون أن السنة الهجرية قد مضت، أو متى ستبدأ، أو كم نحن كم 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 العام الهجري نكون، لا يعرفون ذلك. ورب الكعبة، لذلك حتى الزي الإسلامي اللي هو الجلباب أو غير ذلك، لا نقول إسلامي، تقاليد عربية، نقول تقاليد عربية، الآن يستهزأ بها. حتى إذا تحدثنا اللغة العربية الفصحى بين الناس استهزئ بنا واتهمونا بأننا نعيش في مع أبو جهل وأبو لهب والكلام ده كله. لذلك المجتمع المسلم وإن كان يمر بمرحلة ضعف، إلا أنه لا ينبغي عليه أن يترك تقاليده، التي وخصوصا التقاليد التي تتعلق بالشريعة الإسلامية. طيب، اليهود مثلا، يعني اليهود تفرقوا في كل بلاد العالم، إلا أنه قد جمع بينهم صلة واحدة، ألا وهي التحدث باللغة العبرية فيما بينهم في البيوت، حتى تجمعوا، حتى سهل عليهم تجميع أنفسهم بعد ذلك. لذلك إخواني، والله العظيم، يعني إن كنا نمر مرحلة ضعف، إن كنا نمر مرحلة تفكك وانحطاط في كل شيء وتأخر في كل شيء، إلا أننا يعني ينبغي أن نتمسك ببعض الأشياء التي بقيت من تقاليدنا العربية والإسلامية. لا نحتفل بأعياد غيرنا، لا نتشبه بغيرنا، فنتشبه بأنفسنا، كما لأننا نحن قوم لنا خاصية، لنا مميزات تختلف عن كل الأمم. هذا ما أحببت أن أقوله لحضراتكم في يعني بهذه المناسبة. ولا بد أن نتمسك بالتقويم الميلادي، ولا بد أن نتمسك باللغة العربية، نتعلم، نحاول أن نتكلم. يعني إحنا نجد صعوبة في التحدث باللغة العربية، لأننا لا نمارسها في أعمالنا، ولا نمارسها بيننا. لذلك إخواني، يعني الحذر، كل الحذر في الذوبان، في الثقافة الغربية دون أن نشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.